انطلق بإذن الله عز وجل مع فعاليات مسابقة سماء المجتهد التي تقوم عليها جمعية بسمة الانشراح. هذه هي الطبعة السابعة، وهذه هي مسابقة نهائية من هذه الطبعة. بلي الإنسان على نفسه بصيرا ولو ألقى معاذيرا. كانت الطبعة الثالثة كانت ما شاء الله كانت مميزة، والطبعة الثانية أكيد كانت متميزة عن الطبعة السابقة. أنه شرح نقول نرحب بضيوف الكرام كامل ونشكرهم على تلبية الدعوة. وكان لي الشرف أنني كنت أحد المؤطرين لهذه الجمعية ولهذه المسابقات الوطنية، وقد دعيت كضيف شرف لهذه المناسبة العظيمة. العلامة الكاملة راح تكون إن شاء الله على 100. أولاً الحب والأداء، الحب والأداء على 70%، 50 للحب، 50 للحب، والأداء على 20. الأداء يعني يدخل فيه أحكام التلاوة، الوقف والاقتداء، الأداء التعبيري، هذا الأداء. والحب هذا على 20، والحب على بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. أنا عبد الملك كراد من ولاية شلف، أستاذ التعليم القرآني بالقسم القرآني لمسجد الإمام مالك قاعة الحافظ التنسي. سمعنا بهذه المسابقة اللي أجرتها وأعلنت عليها الجمعية الخيرية بسمة الانشراح، والتي كانت تحت عنوان سماء المجتهد، فحبينا نشارك فيها واتصلنا بأعضاء الجمعية فقبلنا وحضرنا لها على مدة طويلة، لأن المنافسة يعني قوية جدا، وكانوا فيها مشاركين حتى من خارج الجزائر، من موريتانيا ومن كل أنحاء الجزائر. وكانت في حفظ القرآن وتجويده وترتيله مع تفسير الربع الأول، وأسئلة في الإعراب، وأسئلة في البلاغة، وأسئلة في الأحكام الفقهية، فجزاهم الله خير. كما أشكر السيد مدير شؤون دينية لولاية شلف على ترخيصه لنا للتنقل من ولاية شلف إلى هنا